الليزر كده يا جماعة، بعد إذنكم نبدأوا من الأول. عايزين تعليق حضرتك كده عليه، ودور الليزر إيه والبلازما، يعني هناخد ده والبلازما في موضوع استئصال تضخم الحميد في البروستاتا يا دكتور ياسر. تمام. ده الليزر الأخضر كان بيستخدم زمان في تبخير البروستاتا. يمكن الليزر الأخضر ده احنا دلوقتي دوره قل كتير جدا في الاستئصال. احنا دلوقتي بنستخدم الهولمين، ده كان فعلا بيستخدم في استئصال البروستاتا او تبخير البروستاتا. قل قوي دوره لان نتائجه ما كانتش كويسه جدا في البروستاتات الكبيره، كان بيجيب نتائج في البروستاتات الصغيره حجما تمام، اللي هي 30 40 جرام. ما فيش جراحه دلوقتي خالص غير الليزر والبلازما. الليزر والبلازما دول احسن حاجتين، بس طبعا ده الليزر اللي هو الجرين ليزر تمام، اللي هو كان فعلا في الفتره يمكن من 10 ده اللي 15 بدأ سنه في بدات البدايه خالص. الليزر، دي كانت بدايه الليزر، ولكن تمام، دي قل الايه استخدامه دلوقتي اللي هو الجرين ليزر. معانا الاستاذ مهند. الو، السلام عليكم. الو الو، طيب تمام. دكتور ياسر، قبل ما نختم معانا بعض الاسئله من الساده المشاهدين، عايزين اجابه سريعه من حضرتك كده عليها. كان حد بيسالنا هل يمكن لشاب ان يعاني من امراض البروستاتا؟ حضرتك طبعا اجبت التهابات طبعا البروستاتا ان ممكن وارد تيجي لاي لالتهابات سن، البروستاتا شائعه. وخصوصا وبنحذر ان الشباب الالتهابات البروستاتا بتيجي العاديه دي علاجها مضادات حيويه وخلاص، انما الالتهابات نتيجه علاقه جنسيه غير سويه، طبعا دي ممكن تبقى فيها عدوى كمان. وخصوصا اقول لحضرتك حاجه، في امراض زي سيلان وسيفرس والحاجات دي كلها لما بتؤثر على الشباب مش بس بتؤثر على شويه التهابات وحرقان، لو اتثابت ممكن ده بقى يؤثر على الانجاب. الأستاذ بايع بعت لنا سؤال، ما الفرق بين احتقان البروستاتا والتهابات البروستاتا؟ احتقان البروستاتا ان هو واحد زي ما قلنا بيتفرج كتير وبتاع وبس، ايه يعني البول ماشي ضعيف شويه، شويه حرقان شويه، ده احتقان بروستاتا. لما تبدا الاحتقان ده يقلب بالتهابات، حرقان جامد، دخول حمام كتير، بينقط في اخر التبول، مش قادر يا دكتور، حاسس ان في حاجه مضايقاني من تحت، ده دخلنا في مرحله تمام. الالتهاب.